يا خالد يا بيبو 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 بشير بيبو بشير بيبو بشير طبعا كل جوان خالد بيبو بس احلاهم اخر جون في ماتش 6-1 الكره اللي خد فيها يعني محمد منصف خده على واسع تمام وانفراد من نص الملعب وحطها في الجون خالد كان هيتجنن والجمهور كان هيتجنن اصل الكره دي ما كانش لعيب كبير قوي قوي خالد بيبو الماتش 6-1 طبعا جول بيبو بشير اللي خده ورايح جاي و... لا لا ما يتنسيش طبعا جول جميل جدا والله 1-1 بيبو بشير طبعا جول ما يتنساش بيبو والجون طبعا ده خالد بيبو من النجوم الاهلي اللي عملوا طفره في النادي الاهلي خالد بيبو الماتش 6-1 بيبو بشير بيبو جول بيبو كتير بيبو جول اقول لك ايه